اسمي رنا سمعان، من مواليد قضاء الحمدانية قرقوش، محافظة نينوى، العراق. كان عندي هواية تصميم الأزياء منذ طفولتي، اللي شجعني وخلاني أستمر وأصقل الموهبة والدتي، اللي كانت تجيد الخياطة، هي اللي انطتني أساسيات الخياطة والتصميم. في عمر 15 سنة بديت أتقن التصميم والخياطة، صممت أول فستان لي. بدأت رحلتي بعالم التصميم والأزياء. بعدها كملت وطورت نفسي أكثر وأكثر، بحيث حتى بعد الزواج اللي ساعدني واللي ساندني ووصلني لهاي المرحلة، طبعا زوجي اللي كان سند إلي. شاركت بعدة عروض داخل وخارج العراق، حتى في زمن كورونا فيروس شاركت بعرض في سان فرانسيسكو كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذا اللي انطاني حافز رغم الصعوبات والتحديات اللي واجهتها اكمل واثبت نفسي، وحاولت اوصل للعالمية. نرحب بأخضرنا بأن اختارت السليمانية بأن تعرض أجمل أنواع تصاميمها.